طبعا احنا دلوقتي بنتكلم بقى على الممبرينز. اشهر ممبرين بنستعمله هو ريزوربابل الكولاجين ممبرين، ده اشهر ممبرين احنا بنستعمله. ليه؟ لانه بيدوب، فبالتالي انا مش محتاج افتح عليه تاني علشان اشيله. وهو بيبروتكت زي ما اتفقنا، بيعمل جايدد بون ريجنريشن، يعني هو بيمنع السوفت تيشو او الفايبرس تيشو عن انه يدخل جوه الجرافت اللي انا عاملها، فيتزود لي الكواليتي بتاعت البون. الممبرين اللي بيجي هتلاقي هنا مكتوب عليه هنا اسمه، اسم الشركه، عنوان الشركه، مكتوب مقاسه ده 30 في 40 مللي، يعني 3 سنتي في 4 سنتي، which is a membrane كبير. بعد كده بيتكتب اللوت نمبر، وبيكتب لك تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء. من فضلك اي حاجه تاريخ انتهائها خلص ما تستعملهاش، لانها اكسبايرد. اكسبايرد ازاي؟ التعقيم بتاعه باظ، ده كولاجين لكن التعقيم بتاعه هو اللي هيبوظ، وبالتالي هيبقى جوه هنا بقى انفكتد، فما ينفعش تستعمله. طيب يبقى ده شكل البتاعه من بره، الباوتش من بره. الباوتش دي عباره عن اتنين باوتشز جوه بعض، اسمحوا لي بقى انا هوريكم اهو نفس الفكره بالظبط. دول اتنين باوتشز جوه بعض، اللي بره دي مش معقمه، وبالتالي الاسيستنت بتاعي هو اللي بيفتحها لي، يمسكها كده ويفتحها من هنا ويدروب ات على السيرجيكال فيلد المعقم، ينزل من جوه باوتش جديد تاني. الباوتش التاني ده هو اللي معقم، ده انا اقدر امسكه بالجلافز بتاعي عادي وافتحه علشان اطلع الممبرين. اهو ده انا فتحت وطلع لي الممبرين. الممبرين دايما محطوط على ورقه كانها بطرون كده، بس فاحنا بنعمل ايه؟ بنروح حاطين الممبرين ده جوه الباوتش بتاعه المعقم كده اهو، ونسيبه ونتعامل مع هذا الورقه على انها الممبرين. اتعامل مع دي على انها الممبرين. بص ده الديفكت اللي انا عايز اعمل له جرافتنج، هحطه هنا البون واحط الممبرين عليه، او ده مكان الساينس اللي انا عايز اعمل له جرافتنج. بس يبقى انا عايز اجيب الممبرين واحطه هنا عشان يتشكل بالشكل ده وارجعه تاني في مكانه، صح؟ فده الممبرين. فانا هبتدي افكر في الممبرين كشكل، عايز احطه فين وازاي. اهو انا عشان اصعبها على نفسي دلوقتي وانا بوريكو، هعتبر ان هنا في سنه اهي كده، وهنا في سنه، وانا فاتح الفلاب من هنا كده اهو، وعايز احط الممبرين ما بين السنتين دول. فهجيب الممبرين بتاعي وابتدي احطه هنا كده اللي هي الورقه، واشوف الديفكت نهايته هنا، ماشي خلاص اهو. بس انا عايز الممبرين ده يبقى متاكل من هنا كده وماشي عدل، ومتاكل من هنا كده وماشي عدل، صح؟ علشان يفادي السنان دول ويعدي الديفكت اللي من الناحيه دي، فهينزل كده ويبقى تكت، يعني ادككه زي ما وريتكم في الصور في الفيديوهات في العمليات، يبقى متدكك من تحت البلاتال فلاب. يبقى انا رسمت اهو شكل الممبرين على الورقه اللي انا عايز اقصه. هروح جايب المقص بتاعي وابتدي امشي مع الرسمه اللي انا راسمها بالظبط اهي، وما بنسيبش حرف شارب عشان ما يبقاش عامل بوز تحت التيشوز، تحت الفلاب يعمل لي اريتيشن اهي كده. وبروح قاصص الممبرين ده تماما، واجي على الشارب ايدجز دي واروح مدورها اهي، على الشارب ايدجز دي واروح مدورها، واخد الممبرين تاني اهو وارجع احطه في مكانه هنا كده وابص كويس اهو كده، بقى جميل جدا ماشي مع الدوائر اللي انا راسمها ومغطي الديفكت، صح؟ بس دي الورقه، صح؟ الممبرين الكولاجين ده بقى لونه بيبقى احمر بعد ما تمسكه، ويبقى فيه في ايدك دم بدل ما هو ابيض كده، وبيزروط الدنيا، وبعد شويه بيبتدي يلزق عشان هو كولاجين. فانت لو عملت العمله دي بالممبرين هينتهي بان الممبرين ده اترمى من غير ما تستعمله. فانا هروح بعد كده واخد الورقه دي، ينفع اغير الجوانتي بقى اللي من غير دم ومن غير حاجه، امسك الورقه احطها على الممبرين بتاعي ده اهو، بقت بطرون، صح؟ اهو بقى عندي الزياده اهي، اروح ماشي بالمقص بتاعي على هذا البطرون، اقص بقى الممبرين بجوانتي نظيف، مفيش حاجه تلزق فيه ولا تمسك في الممبرين كويس اهو. ماشي يا دكتور اهو كده، انا ايه فصلت الممبرين اهو على الشكل اللي انا عملته بالورقه اهو. اروح واخد ده واتاكد كده انه في مكانه مظبوط اهو، اهو طلع في مكانه ايه مظبوط، ماشي كده.
طيب ده هيتحط هنا كده وينزل تحت الفلاب. كويس. نعمل ايه بقى؟ عايزين نثبته. نثبته ازاي؟ الكيتس التاك كيتس دي اللي هي زي دبابيس المكتب كده. كويس. بتتفتح اهي، يطلع لنا الدبابيس اللي موجوده جوه، وده الهولدر بتاعها. هتلاقي في واحد معوج عشان الاكسسبيليتي وواحد معدول. كويس. نعمل ايه؟ بناخد التاج، بنحط ده كده جواه هنا، ونضغط كده عليه، يقوم يدخل جوه السلوت ويخرج ماسك التاج. كويس كده. واجي عند الاثنين اللي في الكورنر دول، هنا وهنا اللي في الكورنرين اهم، واروح حاطط ده كده وضاغط عليه عشان يدخل جوه العظم ويتمسك. اوقات بيكون العظم ناشف ما يقدرش يخش. كويس. فاعمل ايه؟ املت عليه، اتاب عليه، اخبط عليه، اما بملت صغير او بظهر اي انسترومنت موجود عندي. كويس. علشان بس يخرم السبونج بون اللي موجود. هنبتدي بقى نضغط على هنا كده اهو زي ما انتم شايفين، عشان ادخل ده جوه العظم. بضغط عليه بس اهو لحد ما يدخل في الاخر، وبعدين اخد ده على جنب علشان اخرجه. كويس. فيخرج ويسيب المسمار جوه ايه؟ العظم، زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبعدين هنحط واحد تاني كده، هنيجي برضو هنا في الانجل دي كده، في الزاويه التانيه دي، وبعدين هنبتدي نضغطه. ما عنديش وهو ما بيضغطش والعظم ناشف، هنملت عليه من فوق، يا اما بملت هما الشركه بتجيبهولي، يا اما حضرتك عندك ملت، او ممكن بظهر اي كروس بار تخبط خبطتين صغيرين لحد ما يدخل في مكانه. بعد كده هناخده على جنب زي ما انتم شايفين كده علشان افك المسمار من مكانه. يبقى كده الممبرين اتحط. هرفع الممبرين بتاعي ده عن الديفكت اللي انا عايزه، وبعدين هجيب البون جرافت ماتيريال بتاعتي وابتدي املى الحته دي. تقدر تعمل كده قبل وتقدر تعمل كده بعد، حسب التكنيك وحسب الاريا. اوقات بنملى ونكمل الباقي بعد ما بنخلص، اوقات بنملى كله وبعدين نحط الممبرين، زي ما يكون بالنسبه لك اكسسبل واسهل وتقدر تعمله وتعمله. هنملى الديفكت ده كله، وبعدين هناخد الممبرين ده نقلبه كده ونلفه، نغطي بيه الديفكت كله كده، ونزنق الحته دي تحت البلاتا الفلاف. مش محتاج احط لها مسمار. كويس. يبقى انا كده حطيت الممبرين وعملت. المشكله فين في الكولاجين ممبرين؟ زي ما قلنا في المحاضره، انه زي ما انتم شايفين الوضع هنا بالظبط، انه ما بياخدش شكل، هو بيادبت على اللي موجود. وبالتالي انا لو ديفكت ده انا عايز اعمل له املاه بحجم كبير، هو هيمشي مع الحجم الكبير، حجمه قليل هو هياخد شكل الحجم القليل. لكن انا لو عايز اديله كونتور لازم ده يبقى ري انفورسد كولاجين ممبرين. يبقى انا كده ثبتت الممبرين اهو باثنين سكروز، قصيته وعملت الشكل بتاعه. نفس القصه دي بقى سواء انا بعمل ساينس ليفتنج واحط ممبرين، هي نفس الفكره بالظبط. قص وحط الممبرين بتاعك، وبعدين ثبته وخيط بعد كده الفلاب بتاعتك واقفله.